matullahi wabarakatuh. Nama saya Melati Dwi Cinta Lestari. Usia saya 11 tahun. Saya kelas 5. Asal sekolah SMA Tengah 1 Sampang Madura. Saya akan membacakan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 15. A'udzubillahi قد أفلح المؤمنون <applause> الذين هم في صلاتهم خاشعون <applause> والذين هم عن اللغو معرضون لهم غير أَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مبغة. فَخَلَقْنَا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh